أعرب عدد من الكتاب والمثقفين في محافظة إربد عن اعتزازهم باختيار لواء بني كنانة ليكون مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023، ورأوا فيها فرصة لترويج المنتج الثقافي الذي أسسته قامات أدبية وفكرية من مختلف مناطق وقرى اللواء. وسط أجواء احتفالية، أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجاري فوز لواء بني كنانة بمسابقة المدن الثقافية في الأردن للعام 2023. النجار أشارت إلى أن لواء بني كنانة مميز ثقافيا وفكريا وشعريا وجغرافيا، وفيه بلدة أم قيس والتي صنفت ضمن المدن السياحية العالمية، وهذه المميزات كانت أحد أسباب فوزها بالجائزة. هناك لجنة مشكلة من أصحاب الخبرة برئاسة معالي الدكتور صلاح جرار ومجموعة من مفكرين ومفكرات مثقفين ومثقفات في المملكة الأردنية الهاشمية لاختيار ألوية الثقافة. الهدف من مشروع ألوية الثقافة هو أن تكون الثقافة المشروع الثقافي الأردني، بمعنى مشروع الهوية الوطني الأردني، السردية الوطنية الأردنية، مشروع الإبداع والابتكار، التنوع الأردني موجود بكافة محافظات وألوية المملكة الأردنية الهاشمية. فخر وسعادة غمرت أبناء لواء بني كنانة الذين أكدوا أن فوز لوائهم بهذه الجائزة هو بمثابة إكليل يطوق أعناق أبناء اللواء، كما أنه سيوجه الأنظار إلى بني كنانة ويعرف المدن والمحافظات الأردنية على ثقافة وتاريخ اللواء العريق. أولا نفتخر بأن يكون لواء بني كنانة لهذا العام لواء الثقافة الأردنية. طبعا هذا الشيء حيكون يفتح مجالات كتير كبيرة لأبناء اللواء من ناحية التمكين الثقافي أكثر، من ناحية المعرفة التاريخية لهذا اللواء، إضافة إلى الفائدة الثقافية المرجوة من تنشيط المواهب والطاقات الكاملة لدى الشباب وترويج منتجنا الزراعي، لأنه لواء بني كنانة زاخر بالخيرات وبالثمار وبالمزروعات. وضع المنطقة على الخارطة السياحية سينعكس بالتأكيد إيجابا. واشتمل حفل الإعلان على كلمات لأبناء اللواء من المثقفين تخللها قصائد شعرية تغنت باللواء، بالإضافة إلى تقديم أغاني تراثية قدمتها طالبات مدرسة حرثة. ضرار غنام، رؤيا.